بعثة اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء الانتخابي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقودها السيدة لوم، بالاشتراك مع الجمعية التشادية للجالية التشادية المقيمة بأمريكا، عقدوا لقاء عمل قدم من خلاله رئيس الجمعية نداء للتشاديين بالمشاركة في هذا التسجيل. كلكم عشان تمر قبل كترة تيجي تشيلوا كارتة البيومتريك ده، عشان قدامنا عندنا إلكسيون جاي، والكارتة ده مهم مرة وايد، يعني نالهم البوا واي كل كمان كي كله، يعني ما بيساعد في ممانة مبدا وسا سي اندي وارس دواي لحقوق أنا أي تشاري كافي تازيني. تعتبر بعثة الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من البعثات التي أوفدتها تشاد إلى الخارج لتسجيل التشاديين للمشاركة في الاستحقاقات السياسية القادمة.